أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري باحتفالات عيد الميلاد المجيد. وقالت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك: كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي تعكس دلالات عبقرية للشعب المصري في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية، وأنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر، وكل عام وأنتم بخير. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، وأوضح أن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أي زيادة، مشدداً على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار، مشيرا إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق اللحوم لضبط أي مخالفات ومنع أي تلاعب بالأسعار. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق حدائق الأهرام القديمة وشارع فيصل من اللبين للمنصورية ومتفرعاته وقوم بكر وعزبة جبريل وكفر نصار. وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن قطع المياه يستمر لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة وحتى الساعة 8 صباحا غدا السبت. وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمتر الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة. نجحت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في تمديد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2025. وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي هاتاي سبورت لإعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. ومن المقرر سفر كهربا إلى تركيا غدا للخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله إلى فريق هاتاي التركي. أكدت نتائج المساحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حارس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، ومن ثم تكرر عدم سفرهما غدا مع البعثة. ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه كيروش اليوم تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة، وذلك استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وإلى أسعار الذهب، فقد سجل سعر جرام 24 نحو 903 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 790 جنيها للجرام، وأخيرا سجل عيار 18 677 جنيها للجرام. إلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موجزنا، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.